أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. اليوم أمام قصة اللي صراحة الله غادي تأثر في قلوب المغاربة كلهم، خصوصا أننا ملي كنشوفوا يعني أب والأم جاو من أكادير مدينة مراكش من أجل الحصة ما قبل الأخيرة، يعني بعد العيلة بعد ما تشافى الحمد لله الإبن ديالهم جابوه يدير الحصة ديالو ديال الشيمي، إلا أنهم رجعوا بلا به، مشى لعند الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، اختاروا الرفيق الأعلى. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يكون من طيور الجنة. متابعينا الكرام أكيد أنه حتى شي واحد فيكم ما غادي يبغي أنه يطيح في هذا الموقف، هذا الموقف اللي ما كيتحسدش عليه، هذا الموقف هذا اللي صعيب وصعيب بزاف، أنه الإنسان يجي مع الإبن ديالو كيجي معاه في الطريق، جيتي يلعب في الطابليت ديالو، جيتي يضحك معاه، جيتي تصور معاه واحد اللحظة حتى تيقولوا ليه راه مات. يعني قصة قاسحة وقاسحة بزاف. هاد الناس هادو ما كيطلبوش منكم حتى شي حاجة، بغاو فقط البارطاج باش الصوت ديالهم يوصل للمسؤولين ويحاولوا أنهم ياخذوا الحق ديال يعني الابن ديالهم. متابعينا الكرام بقاو معنا في هاد المباشر هذا وبارطاجوا الماكسيمو باش يوصل الصوت ديالهم. بغينا نعرفوا يعني التفاصيل ديالها، امتى خرجتوا من اكادير، امتى وصلتوا مراكش؟ خرجنا في 3 و4 ديال خرج كان من ينزكان 7 قبل من السحور 7 ونص تكون هنا في مدينه مراكش، 8 ونص نكونوا حنا هنايا تسعود. الدري جاي بخير وعلى خير، جيت نلعب انا وياه، تصورتني في المحطه، دخلت للطواليت حاشاك، قال لي من في الطواليت، مشى معاه للطواليت، زعما صراحة الدري ما بيه حتى شي حاجة، تيقرا مجتهد زعما صراحة قال تحسن زعما ولا بخير، ماشي الدري زعما مريض ولا شي حاجة، ما مريض ما والو، الدري عيبط له كواك وكواك اصاحبي. انا دخلت الدري واحد اخوها قالت لي مورا ليلى يلا انا ناعس برا في الجردات، قالت لي راه الدري ليلى يلا شي لي كنا. يعني كيفاش كان الشعور ديالك ملي قالوا لك ولدك مات؟ تصدم خصوصا عندك هو وبنيه اخرى، هما اللي عندك ياك وليد وبنيه؟ بنيه وليد هما اللي عندي. عوينه مشات بقات عوينه وحده، الله يخليها لك الله سبحانه وتعالى لك. غادي نشوفوا الام ديالو اللي كانت معاه في هذيك اللحظه، يعني بغينا نعرفوا تفاصيل اكثر، كيفاش يعني فاش شفتيه في هذيك اللحظه اشنو وقع زائد، ونقول لك يقبلوها ولا ما يقبلوهاش، راه خاطر طبي انا تنعاود نقولها، انا تحمل المسؤوليه خاطر طبي. واش عطاو واش تقول بانه عطاو الدواء بزاف اشنو؟ غنشوفوا الام ديالو اللي كانت معاه، يعني كيفاش عاودي لنا بالضبط اشنو وقع؟ السلام عليكم، انا ولدي جتنا زعما بخير وعلى خير، ما بيه حتى شي حاجه، وجا كيلعب مع الدراري هنايا زعما ماشي شي واحد مريض نيت ولا هذا، وصافي ملي كان جنا نهار 2 وما كاينش الدواء، ورجعنا حتى اليوم عاد جنا شرينا الدواء وجبناه، وصافي دخل الدواء، ملي دخل الدواء زعما ما بيه حتى شي حاجه، وملي داروا ليه داك الدواء واحد شويه ولا داك الدري كيحك ونظيف بحال الحساسيه، ونيت سديت ليه الدواء وعيط ليه الفرمنيه، وملي جات الفرمنيه شافته قالت لي صافي، مشات قالت لي واحد البره واحد شويه، دارت ليه جوج الباري واحد شويه باني داك الدري صافي ولا زرق وخرج عليه، شاف مو ولا خضر كامل ولا خضر كامل الدري صافي خضر كامل، كل شيء ولا كحل وطاح ليه لسانه وخرج عليه، كيدير هاك كيتنفس بصعوبه باش كيطلع النفس مره، وانا كنعيط لها كنقول لها اجي، وجات شافته مشات كتجري وعيطت للطبيبه وهذا، وجاو صافي قالوا لي صافي خرجي. على ما كانش الطبيبه مش الطبيبه اللي كانت الطبيبه كتكون كدوز الدراري الاخرين ديك البلاصه فين كاينين الدواء، كاينه الفرمليات اللي كيركبوا لهم الدواء. هي الفرمليات؟ الفرمليات كيركبوا لهم هذاك الدواء. وصافي خرجوني، وانا مره كنمشي كنطلع على داك الدري كيبان الدري الوا بارد، كان نفس داك الدري والو، صافي قالوا لي سي صافي عسيري. صافي كانت سنه شحال عنده في العمر شحال؟ تزاد في 2014 نهار 12 في شهر 9، طلع في 8 سنين، يلا طلع في 8 سنين 7 سنين وشي حاجه.
2014 2015 باقي صغير، ولكن الا شتي تعطيك كثار تقول عنده كثار انا نشاش ولكن الحمد لله. يعني كيفاش الشعور ديالك في هذيك اللحظه فاش تشوفي الابن ديالك تيتعذب وتيتركل؟ قلتي لي ولا كحل التنفس ما بقاش عنده ركش كوشه. مات مسكين بين يديا، خرجوني، مات بين يديا عاد خرجوني، انا عرفت ومات صافي معاه. وملي ولا زرق ما بقاش كيتنفس وهذا مسيتو كامل برد، انا عرفت صافي مات. لا اله الا الله، دابا على يدي ما قدرت نحركو. قلت له يا ولدي رايتهم الله واحد اللي عندي. وليد واحد اللي عندك اخلاق لا تفهم سبحان الله. انا كان عندي فيهم جوج ولا ثلاثه ما يبقاش هي الحال. واحد اللي عندي. لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول. كيفاش كان التعامل ديالو معك في الدار؟ كيفاش كنت عزيز عليه بزاف. مسكين كينعس بعض المرات حتى كي تعيا وين غادي يجيب يجيب وصني عاد كيمشي عاوتاني ينعس. الا ديتو للمدرسه كيدخل حتى عند الدراري كيرجع عاوتاني مسكين يبوسني ويرجع يبوسني كيدير عاد كيمشي للمدرسه. دابا علاش 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 كتجيو طال مراكش؟ قال لك كادير ما كايناش الدواء ديالو. قال لك الا درنا ليه هذاك الدواء ديالو غادي يدير ليه سنطان، ديك الحبوبه اللي فيه في الراس الدواء ديالو هنا اللي وافقوا. ايوا لا اله الا الله. شحال تقريبا وانتم متبعين هنايا كتجيو لمراكش من اكادير طال مراكش؟ متبعين هنايا من شي عام ونص. دابا عام ونص هو كيداوى ولا كيداوى حتى اليوم عاد داموا الامانه. امنتوا شي اللي كاين. اجركم الله الشريفه وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون يعني طير من طيور الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يصبر الاب ديالو حتى هو اكيد انه يعني الحرقه ديال الابن الوحيد. كاين الاخت ديالو ولكن الابن الوحيد واش كنشوفوه في هاد يعني في هاد الحاله هذه فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشنو هي الرساله اللي بغيتي توجهي للمسؤولين، الناس اللي مسؤولين على القطاع ديال الصحه، شنو بغيتي تقولي لهم لا في اكادير ولا هنا في مراكش؟ كنقول لهم ما بقاش يديروا بحال هكا، خصي يردوا البال للدراري يردوا البال للناس هنايا. الدري دخلوه ما عبروا ليه لا طانسيون ما قلبوه ما حتى شي حاجه، ومازال حتى حاله اللي جات شي تحاليل دخلوهم وصافي ودخلوا الدري. ما داروا ما عبروا ليه طانسيون ما قلبوه ما حتى شي حاجه، ولكن زعما الدري بخير وعلى خير، ولكن لا اله الا الله الدواء اللي لا اله الا الله. الدري مسكين ولا بحال الا ولا كحل صافي حرقوا الدواء صافي. لا اله الا الله. الله يصبركم لا حول ولا قوه الا بالله. متابعينا الكرام كما تابعتوا معنا اكيد ان هذه الاسره هذه محتاجكم، محتاجكم بزاف يعني باش بارطاجيو هذا اللايف هذا يوصل للمسؤولين، يوصل الصوت ديالهم للمسؤولين. هما ما بغاو حتى شي حاجه، فاكيد انهم فاش كيشوف الابن الوحيد ديالهم توفى بهذه الطريقه هذه، ف حتى واحد ما غادي يبغي على راسو. مجموعه من المشاكل اللي كيعيشوها الناس يعني داخل هذا المستشفى هذا الجامعي ديال محمد السادس مدينه مراكش من سوء التدبير، وكذلك حتى مشاكل مع لي سيكوريتي مع حراس الامن هنايا في هذا المستشفى هذا. وكاينين مشاكل عديده كنتلقاو يعني مراسلات يوميه، الا ان المسؤولين واجب عليهم انهم يدخلوا في اقرب وقت ان شاء الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام ما بقى الا اننا نشكركم على حسن المتابعه، والله يصبر هذه العائله هذه الاسره هذه، والله يرحم الفقيد الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. متابعينا الكرام شكرا مره اخرى على حسن المتابعه وفي مباشر اخر.